شيخي، أخبرني، لماذا أنت لا تحمل سلاحا؟ ألا تخاف من هجوم الأعداء؟ وهل يبقى مكان للخوف في القلب بعد اللجوء لله بني؟ إذن يا شيخي، ماذا ستفعل إن هاجمك الأعداء الآن؟ يوجد محارب بطل هنا، وهو سيحميني من العدو. بالطبع سأحميك، لقد هاجمت أكبر أعدائنا مرة واقتلعت عينه. إذن فقد قلعت عين العدو، هذا يعني أنك ستصبح بطلا مثل والدك. يا بني، من المهارة أن تهزم أعداءك، ولكن لا تنسى أن المهارة الأساسية تكمن في سحب العدو إلى صفك، أن تجبر العدو الذي يريد قتلك بأن يجد الحياة عندك. حسناً شيخي، وماذا علينا أن نفعل لنحقق هذا؟ سأخبرك ماذا يجب أن تفعل. انطلق نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم مرة في طريق الهجرة إلى المدينة مع سيدنا أبي بكر الصديق في الطريق معا. المشركون في مكة وضعوا مكافأة لمن يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتله، وأبو بريدة كان ممن يبحثون عن الرسول لقتله ولأخذ المكافأة. وعندما قطع طريق سيدنا الرسول كانت نيته قتله، وقد علم الرسول هذا، لكنه لطفه بالحديث بالرغم من معرفته. وأبو بريدة تأثر كثيرا بكلام رسولنا اللطيف وبمودته التي لا توصف، وتأثر بجمال كلامه المنير للقلب، كان مندهشا جدا. لاحظ أن الشخص الذي يتحدث معه يستحق الاتباع ولا يستحق القتل، وما فعله أنه أسلم ولفظ الشهادة في الحال. بينما كانت غايته قتله وأن يحصل على المكافأة، حصل على أثمن كنز في الدنيا، أنار قلبه المسود بنور رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، جمال سيدنا الرسول وجمال كلماته أجبرت العدو أن ينتقل إلى صفه. شيخي، هل دعوت لي لكي أرى سيدنا الرسول الكريم في حلمي؟ بالطبع سأدعو. شيخي، أنا من الآن فصاعدا سأحاول أيضا أن أسحب أعدائي لصفي، لكن من لن يرتد عن ظلمه للناس لن أشفق عليه. أحسنت يا بني، ليجعل الله من نصيبك ونصيب والدك فتح الكثير من القلوب. آمين يا شيخي. آمين.